أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على حال مرضى الفشل الكلوي في تعز ومعاناتهم مع كورونا. ناشد مدير قسم الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة في تعز الدكتور فهمي الحناني الحكومة ومنظمة الصحة العالمية بسرعة إنقاذ مرضى القسم من خطر تفشي فيروس كورونا. وكشف الحناني عن 4 حالات وفاة بين مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى تأكيد إصابة حالتين أخريين في ظل انعدام الإمكانيات ومستلزمات الوقاية للكادر الصحي والمرضى، محذرا من كارثة صحية في المدينة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: حال مرضى الفشل الكلوي ومعاناة تعز من وباء كورونا، وما هي السبل الممكنة لتجنيب المرضى ويلات الموت بالأوبئة. قبل النقاش نذهب لمشاهدة التقرير ومن ثم نعود. ليس كورونا وحده ما يجثم على المدينة، فالموت يتسلل للمرضى من كل الأزقة ومن كل أعضاء الجسم التي أصيبت بالداء وافتقرت إلى العناية الطبية اللازمة. مرضى الفشل الكلوي معاناة مستمرة منذ أعوام، فكثير من أولئك المرضى يقضون في الرمق الأخير. ومدير القسم في هيئة مستشفى الثورة الدكتور فهمي الحناني يناشد الحكومة ومنظمة الصحة العالمية بسرعة إنقاذ مرضى الفشل الكلوي من فيروس كورونا. الحناني كشف عن 4 حالات وفاة بين مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى تأكيد إصابة حالتين أخريين في ظل انعدام الإمكانات ومستلزمات الوقاية للكادر الصحي والمرضى، محذرا من كارثة صحية في المدينة. تتكاتف الأمراض وتتعاضد للنيل من اليمنيين المنهكين والمرميين في أرصفة المستشفيات التي تفتقر للحد الأدنى من الإمكانات، بينما تكتفي السلطات الصحية بتوجيه نداءات الاستغاثة والبحث عن الدور الغائب للحكومة الشرعية. هذا الحال مستمر منذ اجتياح ميليشيا الحوثي الانقلابية للمدينة وإخضاعها لحصار مطبق ضاعف من معاناة الأهالي والأمراض على وجه الخصوص. أبدأ النقاش مع ضيفي من تعز الدكتور فهمي الحناني رئيس قسم الفشل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة. أهلا بك دكتور فهمي. أهلا مرحبا. دكتور فهمي، أطلقت مناشدة حول ما يحدث في القسم لديكم، قسم الفشيل الكلوي. بداية لو تضعنا في صورة الوضع الذي وصلتم إليه. اولا نشكر تعاونكم وتلمسكم لهموم مرضى الفشل الكلوي. ما نريد وضعه الان وتسليط الضوء عليه هو ان فيروس كورونا تسلل الى مركز الفشل الكلوي واصاب مرضى الفشل الكلوي. لدينا حتى الظهيره كان 6 حالات، لكن الان وصل عدد الحالات الى 10 حالات، 6 حالات منها وفيات و4 حالات تحت الحجر المنزلي، منهم أحد الموظفين في المركز. طبعا عدد الحالات لدينا أكثر من 250 مريض فشل كلوي. عدد الحالات التي يتم غسيل لها يوميا ما بين 70 إلى 80 حالة يوميا. هذا الموضوع يهدد بكارثة إنسانية، وأعتقد أن الوضع قد خرج على السيطرة لعدم وجود أي دعم يذكر لمراكز الفشل الكلوي في محافظة تعز، والموضوع كارثي جدا. طيب هل لديكم أي معلومات كيف وصل الوباء إلى المرضى؟ هل تمكنتم من السيطرة عليه أم يمكن لا قدر الله تزيد عدد حالات الإصابة بين مرضى الفشل الكلوي؟ طبعا مرضى الفشل الكلوي غير كل المرضى، طبعا مريض الفشل الكلوي يغسل مرتين في الأسبوع. عدد ساعات الغسيل التي يمكثها في المركز هي عبارة عن 4 ساعات إلى 5 ساعات فقط، وبعدها يغادر إلى منزله. فقد يأخذ هذا الفيروس من السوق، من البقالة، من الحارة، فلا تدري من أين أخذ الفيروس. رغم أن احنا عاملين إجراءات احترازية مشددة في التعقيم وفي وسائل الوقاية الشخصية بحسب الإمكانيات المتاحة من الهيئة، ولعدم وجود أي دعم يذكر من أي منظمات أو جهات أخرى للمركز. طيب الآن ما هي حدود إمكانياتكم المتوفرة للتعامل مع هذه الحالة دكتور فهمي؟ الإمكانيات مع الأسف هي تعد صفر للأسف، لأنه لا يوجد لدينا أي إمكانيات سوى بعض الكمامات وسوى بعض الجلافات.
غير كذا لا يوجد معنا اي شيء. طيب تبقى معنا دكتور فهمي، ورحب بضيفتنا ايضا من تعز الناشطه حياه الذبحاني. اهلا بك استاذه حياه. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بمشاهدي قناه الفيس الفضائيه. مرحبا استاذه حياه، كيف تبدو لك الصوره والوضع مع اجتياح وباء كورونا في محافظه تعز ووصوله الى مرضى الفشل الكلوي؟ نعم، الوضع في حقيقه الامر في مدينه تعز هو وضع ماساوي للغايه. ناشدنا وبحت اصواتنا كما يقال، ونحن نطالب منظمات الصحه العالميه والمنظمات الدوليه ان تنظر الى مدينه تعز بعين الانسانيه التي تدعيها. للاسف الشديد غاب كل هذه المنظمات وسقطت اقنعتها التي تتزيف بها امام العالم. نحن امام مدينه صمدت امام الجوع والحصار وانعدام الادويه وكذلك دخول بعض كذلك المستلزمات الطبيه، لكن الان الوضع يزداد خطوره بسبب جائحه كورونا التي غزت العالم. انهارت هذه المدينه في ظل الظروف الطبيعيه التي تعايشت بها مع الحرب، فما بالك لنا استاذ سامي مع هذه الجائحه التي كما ذكرت مسبقا سقطت كل اقنعه هذه المنظمات، لم ينظر لمدينه تعز هذا العالم الذي يدعي حقوق الانسان، حق الانسان في الحياه، لم ترصد هذه المدينه بابسط المقومات الطبيه، نحن امام مستشفيات متهالكه تفتقر لابسط مقومات التطبيب، نحن امام مستشفيات تفتقر لاسطوانه الاكسجين، ناهيك عن اجهزه التنفس الصناعي وغرف العنايات المركزه، نحن امام مدينه يقطنها 5 مليون مواطن تفتقر لتوفير قيمه الصابون والمعقم والكمامه والسلاح. الوضع في حقيقه الامر في مدينه تعز هو وضع كارثي للغايه، الموت ينتظر الجميع لا قدر الله، نحن فقط امام اقدار الله عز وجل في هذه المدينه. وجد هناك بصيص امل وبصيص نور في مركز شفاك الذي كان بادرة طيبة من الشيخ حمود سعيد المخلاجي حفظه الله ورعاه، ولكن هذا المركز أمام هذه الجائحة الكبيرة لن يستطيع أن يقوم بدور كبير في استيعاب جميع المرضى إذا انتشر هذا الفيروس بين عوام الناس. مرضى الفشل الكلوي كذلك هم الفئة المستضعفة، هم ومرضى السرطان، وللأسف الشديد لم نرى حتى هذه المنظمات أو أي من الجهود الخارجية تنظر إلى هذين الشريحتين بالتحديد في مدينة تعز. أستطيع أن أقول لك أن الموت ينتظر جميع أبناء مدينة تعز. أعود للدكتور فهمي. دكتور فهمي، ناشدتم الحكومة ومنظمات الصحة العالمية، هل هناك استجابة لهذه المناشدات؟ والله حتى الآن لا يوجد أي استجابة أو تواصل، سوى تواصل من مدير عام مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي ورئيس هيئة مستشفى الثورة الذين أبدوا استعدادهم بتوفير الإمكانيات المتاحة من حيث الكمامات وشوية معقمات حتى نتمكن من الحد من انتشار هذا الوباء بين مرضى الفشل الكلوي، لكن هذا لا يكفي كون الموضوع كبير جدا وهذا مرض خطير لا نستطيع أن نسيطر عليه بهذه الإمكانيات، فنحن نحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا من حيث المستلزمات، من حيث وسائل الوقاية الشخصية، من حيث المعقمات، نحتاج إلى عوازل ما بين المرضى، نحتاج إلى توسعة مركز الفشل الكلوي حتى نقلل من الازدحام الموجود داخل المركز وحتى نحد من هذا المرض، لأنه عندما يصاب مريض فشل كلوي فإنه يقتل أسرة بكاملها من خلاف من يزوره أثناء مرضه في الحارة أو في البيت. فهذا الموضوع أصبح زي ما تكلمت سابقا أنه سوف يخرج عن السيطرة، ولا نستطيع أن نمسك بزمام الأمور كما يتوقع الآخرين. طيب ما هي خططكم الآن المتاحة بالنسبة لكم في ظل عدم الاستجابة وفي ظل الإمكانية القليلة التي منحت لكم؟ ما هي خططكم وما هي خياراتكم دكتور فهمي؟ نحن بادرنا بالتوعية في الدرجة الأولى للمرضى ولمرافقين المرضى وأسرهم بالتزام بيوتهم وعدم الخروج
إلا للغسيل في أوقات الغسيل المحددة بحسب الجداول المذكورة من المركز، والاهتمام بالنظافة الشخصية والتغذية الجيدة، حيث ومناعة مرضى فشل كلوي هي ضعيفة جدا، وأبسط مرض يؤثر عليهم ولا يستطيعون أن يتحملون. لذلك الخطة طرحناها بحيث أن احنا كمان نتواصل مع الجهات المعنية بسرعة توفير كل الاحتياجات للمركز ودعم الكادر، حتى يبقى الكادر في المركز ولا يغادر المركز، لأن مغادرة الكادر للمركز قد يؤدي إلى كارثة، وذلك في حارته في بيته مع أطفاله مع زوجته. فالموضوع أنا لا أقدر أن أوصفه، لأنه أتخيل موضوع الفشل الكلوي ستكون هناك مقابر جماعية لا قدر الله إذا لم يتم التدخل السريع. طيب دكتور فهمي، الآن وجهتم إرشادات معينة للمرضى بعدم الخروج إلا لجلسات الغسيل، ماذا عن سيطرتكم على المركز؟ هل تم مثلا رش المركز، التعقيم، التطهير، عمل فحوصات للعاملين في المركز؟ إلى أي حد المركز يعتبر آمن بالنسبة للمرضى؟ نحن أمس طبعا حدث الاكتشاف الإصابات هو يوم الخميس، فيوم الجمعة تم إغلاق المركز لغرض التعقيم بالكامل، ونحن أيضا نقوم بالتعقيم بشكل مستمر ما بين كل فترة وفترة، يعني أكثر من 3 مرات تعقيم في اليوم الواحد مع جميع ماكينات الغسيل وسرة المركز وكل محتويات المركز، ونقوم بعملية الرش أثناء دخول أي مريض أو خروجه من المركز مع التعقيم والتنظيف لليدين أثناء العمل، مع ارتداء وسائل الوقاية الشخصية المتوفرة لدينا، والكمية التي لدينا لم تتبقى إلا اليومين فقط، فالموضوع لا 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 يوصف، يعني الموضوع يتطلب تدخل سريع، ولا يوجد أي وقت لدينا حتى نقوم بإجراءات كبيرة أو تدخلات سريعة، لأن الموضوع خلاص قد بدأ الانتشار في الفيروس، 10 حالات إصابة، 3 منها وفيات، وقد يكون هناك حالات أكثر، لأنه يوجد لدينا حالات اشتباه وتم أخذ عينات ومنتظرين نتائج الفحوصات تظهر في الأيام القادمة. تبقى معنا دكتور فهمي لأعود وأسألك بشكل أخير، لكن أستاذ حياة الذبحاني برأيك كيف يمكن إنقاذ الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة من جائحة كورونا؟ نعم، في البداية أخي فاضل أود أن أضع نقطة هنا غاية الأهمية، وهو الفساد المستشري في القطاع الصحي في مدينة تعز وبالتحديد كذلك في مستشفى الثورة. الفساد يحصل في القطاع الطبي في مدينة تعز، نحن أمام قادة للأسف الشديد وأمام أطباء لا يتحملون واجباتهم الأخلاقية والإنسانية في مدينة تعز، نحن أمام أطباء غادروا المستشفيات ولم يقوموا بواجباتهم الإنسانية تجاه المرضى، نحن أمام مستشفيات تغلق أبوابها في وجه المرضى، نحن كذلك أمام فساد مستشري كذلك لم يعاقب من قاموا به في السابق، وأوتوا صلاحيات كذلك للسيطرة على الوضع الصحي كذلك في الوضع الراهن. للأسف الشديد لم تقم الدكتورة إيمان بمهامها الموكلة لها في ظل هذه الجائحة، ولم يقم كذلك مدير مكتب الصحة بدوره في هذه المرحلة الحرجة بالتحديد. يجب أن يحاسب القائمين على الصحة في مدينة تعز، يجب كذلك أن تغلق المنافذ في هذه المدينة. نحن في مدينة تعز أمام كما ذكرت مسبقا فساد يستشري في القطاع الصحي، نحن ندفع ضريبة حينما تذهب بقريب لك أو تذهب بطفلك إلى المستشفى وتغلق الأبواب في وجهك، من الذي سيحاسب هذه المستشفيات ومن الذي سيحاسب هؤلاء الأطباء عن تخليهم عن واجبهم الإنساني؟ نحن كذلك كما ذكرت أيضا أمام هذه المنازل التي أصبح يدخل منها المسافرين من عدن الموبوءة ومن صنعاء الموبوءة بالمرض، أمام صمت للأسف الشديد معيب من قيادة محافظة مدينة تعز. نحن نناشد المحافظ مدينة شمسان ونناشد كذلك الوكلاء ونناشد كذلك جميع الناشطين والإعلاميين أن يقوموا بدورهم في هذه اللحظة الحرجة بالتحديد، لأن الكل سيدفع نتيجة هذا التهاون وذاك التساهل في انتشار هذا المرض.
القاتل. كما ذكرت أستاذ ثاني، نحن أمام فقر مدقع يلم بالجميع. لا تستطيع الأسرة توفير قيمة الصابون، ناهيك عن المعقمات والجلسات والكمامات. نحن أمام كذلك الصيدليات التي يعبث أصحابها بارتفاع أسعار الأدوية. يعني تخيل أن فيتامين سي يباع ب7000 ريال، بينما سعره الطبيعي والحقيقي لا يتجاوز 1000 ريال. من الذي سيقوم بالسيطرة على هذا الفساد المستشري في القطاع الصحي في مدينة سعد؟ أنا حينما زرت مستشفى ثورة للأسف الشديد وجدت كثيرون من مرضى السكري ينتظرون إبر الألبومين، والتي للأسف الشديد يقوم بعض الأطباء والممرضين في مستشفى ثورة ببيع إبر الأنسولين. من سيحاكم هؤلاء على هذا؟ طيب هذه النقاط وهذه الاتهامات هي سيكون معنا الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مستشفى ثورة، وسيكون له حق الرد على كل ما قلتيه أستاذ حياة. أعود بسؤال أخير للأستاذ فهمي، الدكتور فهمي رئيس القسم الغسل الكلوي في هيئة مستشفى ثورة، إذا لك من كلمة أخيرة تريد توجيهها من خلال البرنامج دكتور فهمي. هنا كلمة الأخيرة أطلقها، وأريد أن أوصل صرخات مرضى الفشل الكلوي إلى وزير الصحة وإلى محافظ المحافظة وإلى المنظمات الدولية وإلى فاعلين الخير بسرعة إنقاذ هؤلاء المرضى، وذلك بتوفير الاحتياجات المطلوبة للحد من انتشار هذا المرض في أسرع وقت ممكن، لأنه قبل أن يفوت الأوان. شكرا جزيلا لك دكتور فهمي الحناني رئيس قسم الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى ثورة. أرحب قبل أن أرحب بالدكتور عبد الرحيم السامعي، أعود للأستاذة حياة الذبحاني. أستاذة حياة، عندما توجه هذه الاتهامات لمستشفى الثورة وللوضع المكتب الصحي، هل تدركين حجم الدعم الذي يقدم لهم وبالتالي يتم قياس تقصيرهم أو مستوى الأداء الذي المطلوب منهم في تقديم الخدمة للمواطنين داخل المدينة؟ نعم، في البداية دعني أستاذ سامي أن أوضح نقطة الدكتور عبد الرحيم السامي مشكور على كل الجهود التي يقوم بها، لكن الدكتور عبد الرحيم السامي مؤخرا هو من تم تعيينه لإدارة مستشفى الثورة، وهناك هوامير من هوامير الفساد في هذه المستشفى تحارب الدكتور عبد الرحيم السامي للأسف الشديد. ونحن أبناء هذه المدينة نرتاد المستشفيات، ونحن من نسمع صرخات المرضى، ونحن من نختلط بالناس، ونحن من نرى بأم عيننا ما يحدث في مستشفى الثورة وفي المستشفيات الأخرى. نحن أمام كما ذكرتم مسبقا فساد مستشري في الجانب الصحي، ولم تستطع يد الدكتور عبد الرحيم السامعي أو بعض المخلصين من الأطباء أن يسمعوا شيئا أمام هذا الفساد الكبير الذي أراد المخرج أن يكون كذلك في مدينة سعد. لذلك نحن نناشد كل الأطباء وكل من يملك ذرة إنسانية في مدينة سعد، كل الناشطين، كل الإعلاميين، أن نقف صفا واحدا لمواجهة هذا الفساد المستشري في مدينة سعد. وأدعو من هنا إلى تفعيل دور منظمة شباب ضد الفساد للوقوف أمام هذا الوباء الذي ينتشر، ونحن كما ذكرت من سندفع ضريبة هذا الوباء. نشد كذلك على أيدي الأطباء ونحييهم الأطباء المخلصين، الجيش الأبيض الذي يتواجد في المشافي وفي العيادات وفي الاستشارات الطبية لكي يحاول أن ينقذ ما يمكن إنقاذه بالاستشارات الطبية. نحيي كذلك كل الجهود الخيرية والمبادرات الشبابية التي تسعى لتوفير أسطوانة الأكسجين لبعض المستشفيات، ونريد كذلك أن تجرى هناك إجراءات لإغلاق منافذ مدينة سعد، أو بالمعنى الأصح ربما كشف صحي دقيق للوافدين إلى مدينة سعد من مدينة صنعاء الموبوءة ومدينة عدن الذين أعتقد هم السبب الرئيسي في انتشار هذا الوباء في مدينة سعد. طيب سؤال أخير أستاذة حياة، تقييمك لتعامل الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية المعنية مع وباء كورونا في تعز؟ نعم، للأسف الشديد الحكومة الشرعية وكذلك المنظمات يعتبر تواجدها في مدينة تعز، نحن المواطنين لا نلمس أي جهود في القطاع
الصحي لدور هذه المنظمات. يذهب المريض إلى لا تعطى له الأدوية المجانية، يذهب المريض ربما تغلق المستشفيات في وجه هذا المريض. نحن كذلك أمام كما ذكرت أطباء تخلوا عن دورهم الإنساني في هذه الجائحة وأغلقوا منازلهم ولم يقوموا بأدوارهم الطبية، لذلك نحن نطالب بمحاسبة هؤلاء الأطباء الذين لم نرهم في مثل هذه الظروف، وندعو كذلك المنظمات التي تتشدق بحق الإنسان في الحياة أن تثبت تواجدها في مدينة تعز. نشد على أيدي المخلصين الأوفياء من الأطباء في مدينة تعز أن يقوموا بأدوارهم لمساعدة الناس، وكذلك ننادي كذلك بالمنظمات التي تعنى بالتغذية تنظر للمواطن. نحن أمام كذلك جهل مطبق للأسف الشديد في المدن وبالتحديد كذلك استهتار من الناس، لكني في حقيقة الأمر أحضر الناس على هذا الاستهتار، لأن المواطن إذا ظل في بيته من الذي سيأتيه بالطعام والشراب؟ من الذي سيأتي إليه بقوت يومه لكي ينقذ صغاره من الجوع؟ فلذلك حينما نخاطب الناس يقولوا لنا بالمعنى الأصح نحن كذلك أو ذاك، نحن نموت من الجوع ومن الفقر ومن كل كذلك الأوبئة التي انتشرت في مدينة تعز، حمى الضنا، كالكوليرا، المكربس، كثير من الأمراض يموت بها الناس في مدينة تعز. وهذه المدينة للأسف الشديد كما ذكرت هي من تدفع الضريبة الباهظة من هذه الحرب. شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني، كنت معنا من تعز. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج، ونلقاكم في الغد في حلقة جديدة. في أمان الله.